عندي جمبري بقشره وبطاطس متقشره مش بقشرها وبصل وجزر وفلفل الوان وكرفس وطماطم وتوم وكمون، عندي ليمون، فلفل حار، ملح وفلفل وزيت، ذره كريستال. كل الكلام ده جميل وزي الفل، ونهاركم ابيض ان شاء الله، والحلقه هتعدي وتبقى زي الفل. بس المخرج بتاعنا يديني ايه مساحه كده عشان شكل كده هغني النهارده وهنكتشف مواهب جديده، وكل واحد فينا من الزمايل دول هيطلع مواهبه، ونشوف بقى كده نكتشف ناس يعني ايه النهارده. هتكتر معايا يا عم شريف، هسيبك الحلقه وامشي. هتقول لي ما تعملش. ماشي. ربنا يكفيك شر الشيف لما اكون بتلكك. طيب احنا نصلي على النبي كل شويه، ودي اللي هتفوت علينا الليله ويبقى يوم زي العسل. كل ما نقول صلي على النبي كل ما يكون افضل لنا. يلا، ولا تليفونات ولا مش عارف ايه، احنا كنا طول عمرنا شغالين بالتليفونات، كنا بنشتغل صمتين زمان. فاكر الافلام الصمت بتاع زمان؟ كان في افلام صمت زمان بتاع شهر الشعبي الافلام دي. نعم ايوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده طيب، ادي التوم. انت واقف كده كتير ماشي، عارف لو شربت منه حاجه انت حر. انا عدو ارجع ارجع. اطلع بره اطلع. صباح الفل يا معلمي. طيب ادي زيت ذره كريستال، بسم الله الرحمن الرحيم. قول لي يا ابراهيم، ما اشتغلتش الماتش قبل كده؟ انت عارف الماتش يعني ايه؟ ترجم له عم هشام الماتش يعني ايه؟ وبخيبه كمان عم هشام ما كنش عارفها. ده جاب لك في الاخر. طيب شغل الاس ام اس كده يمكن ربنا يكرمنا. ماشي يا باشا، اي سؤال يجي لك على الاس ام اس هاتي على الشاشه. شفت البلطجه دي؟ يعني مصر تشتغل صامت. طيب هنتكلم على شاورما اللحمه دلوقتي. بنجيب طبعا التتبيله بتاعتها. انا امبارح لما اتزنقت عملت تتبيله المشويات على الهوا عشان خاطر الناس كلها كانت عايزه تعرف تتبيله المشويات. وتتبيله المشويات سهله جدا، يعني هي قريبه من التتبيله بتاعه الشاورما. عندي بصل وطماطم وليمون كمون ملح وفلفل بهارات شويه قرفه زعتر
زيت زيتون، كل دوت بضربه في الخلاط واصفيه واتبل فيه اللحمه لمده ساعتين ثلاثه اربعه زي ما انت عايز. التتبيله دي كلها تمشي معايا مع المشويات وتمشي مع بس هو القرفه اللي انا بزودها شويه للشاورما. هتطلع معاك زي الفل ان شاء الله. كده هنا ادي البصلايه بتاعتي. صلي على حضرة النبي. بعت بعت بتعقد من ام البط البرتقال ده. مفيش حد يا جدع يهين ذكر بط كيلو. هعزم نصين، يعني اجيب كيلو هقسمه نصين، نص هعصره واحط معاه بودره الزعفران عشان لونه يبقى جميل، والنص التاني هاخد السكين بتاعه اللي هو القشر دوت هبشره، واخد فيليه بتاعه الفيليه بتاع البق. احنا عملناه قبل كده قدام حضراتكم في حاجات كتيره جدا ازاي نعمل الفيليه بتاع البرتقال. يبقى بجيب قشر البرتقال اللي انا عصرته، خدت منه التتبيله بتاعته الجوز بتاعه، بحطه مع شويه كرفس وشويه كرات ابيض وبصل ورق لورو وحبهان، وبحطه على النار في ميه يغلي، بسلق فيه ذكر البط، بسلقه ثلاث ارباع سوا، وبعدين بطلعه. بجيب شويه عسل نحل مع برضو شوية عصير برتقانة دوبهم مع بعضيهم، واعملوا اجلاسيه كده، بغرق ذكر البط من على الصدر وادخله الفرن عشان يديني لون جميل ذهبي، لون جميل وذهبي. بعد كده نرجع نعمل الصوص بتاعه اللي هو اهم حاجة عندي. نعمل الصوص بتاعه. نعمل الصوص ازاي؟ ده اللي هقول لكم عليه. عندي معلقة زبدة على النار، معلقة زبدة على النار، بعد كده بحط فيها يعني لاحترامه يبقى كده. ادي البطاطس بتاعتي. يلا يا عم يا جمبري، الجمبري عندي اهوت، ارصه بالراحة عشان ما يتكسرش مني اهو. صلى على النبي. ادي ملح، وادي فلفل، سلام، كمان شويه كزبره خضراء. مين يا فندم؟ ست جنى يا عيني مزنوقه ومش لاقيه الخط بتاع بالدار على الخط، مش لاقياه، بتبعت لنا بتبعت الصباح والسلام من يوسف وبنتها الجميله، وبتقول لكم صباح الخير. ادي شويه زعتر فريش بعد ما غرفنا البطاطس مع الفلفل. ادي بقى الخليط بتاعي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنيئا لك يا رمون، راجل صايم وشعيان والمكان عايز تجوعني حتى في الصيام كده. نخش بقى الفرن بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ابراهيم عز بيقول لي ما بدل ما تتعب نفسك وتحطه في البرد كده، تعال هاته لنا في الدفا جوه. اللهم صل على النبي. ايه رايك كده يا هيما عم شريف؟ اللهم صل على